هل رأيت حمام يفهم الكلام؟ اجي 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 صابرين اجي يلا اجي. لا لا لا، هذه الحمامه هذا راه خو صدام وخو واحد الذكير تا هو مسميه جيلالي. انا راه ما كاينه سمي الحمامه، راه فهمتي صافي، راه ما عندنا الفيركيك وكذا، ولكن دابا توصل الوقت. السلام عليكم خوتي الموالي، تحياتي لكم، معكم مولاي الشلاح الملالي. اليوم غادي نحاولوا يعني نهضروا على الاسئله اللي خلاو لينا الاخوان في بعض الفيديوهات وما مرتئناش اننا نجاوبوهم. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نجاوبوا الاخوان، نطلقوا الحميمات ونتولعوا. بالنسبة للحميمات هما طلقناهم تيطيرو، فهاد اللحظة دابا فهاد البداية الطيران راه تما هنا فين تيبدا دابا الفوسفوكرياتين، من مورا بواحد 10 ثواني 7 ثواني تيبدا الجليكوز بدون أكسجين، عادة كيدوزو الحمام الجليكوز بالأكسجين، ومن موراها تيدوزو الدهنيات. يعني دابا حاليا الحمام تيبدل، أنا كنطلقهم براحتهم. يعني كاين بعض الناس يعني تيخليو الحمام ما تيطلقوش، وفاش كتوصل وقت السباق وقت التدريب وقت يعني الحمام خاص يوجد وخاص يطلع الريتم ويطلع اللياقه البدنيه، كيشدوا الحمام تيفورسيو عليه وتيقول لك الحمام مرض ليا. يعني اخويا خاص تراجع راسك بزاف تشوف شنو هو الخطا. نبداو اخوتي بالسؤال الاول في الفيديو ديال مراحل تربيه الحمام الزاجل اللي حطيت. كاين واحد الاخ قال لي واحد السؤال بالنسبه لخويا ياسين وغريب، قال لي تحياتي لك خويا الملالي، بغيت نسولك، عندي مشكل ما كيبغيش الحمام يتزوج ليا موسم التزاوج، ماشي دابا يعني في موسم التزاوج ما تيبغيش يتزوج ليه الحمام. واحد النصيحه من عندي، حاول داك الحمام ديالك يعني تفرقهم ذكور على انثوي، يعني توجدهم بالماكله اللي كما قلنا في الفيديوهات اللي فاتوا، من موراها الحمام غادي تحاول كل ذكر يعني يشد واحد الوكر ديالو وتسد عليه كل كوبل تسد عليهم، راه تبارك الله الحمام غادي تكون مفارق واحد 15 يوم ان شاء الله راه غادي يتزوج. راه اسهل طريقه هي تفارق الحمام تيولي تيهيج وكتزاديهم، ولا عندك مشكل ديال ان الحمام يعني ما لاقيش راحته، ولا عندك مشكل ديال مثلا يعني السجنة فيها الحمام كثير وهادي، يعني تيكونوا هاد المشاكل ما تيخليوش الحمام يطير. ندوزو للكومونتير الاخر. واحد الاخ مهدي ازالي ولا غزالي، مهم ازالي مهدي، قال لك عندي ولاد وقتاش ندريسي بهم؟ يعني الحمام ديما الوليدات فاش يخرجوا يطيروا خاصهم شحال تيطير عندك الحمام فوق السطح، راه خاص يكونوا تيطيروا واحد المده اللي ما تقلش على ساعه المكانه، ولحقاش الحمام غادي تدي غادي تدريسي به، غادي مثلا تديه تخرجوا على اللوفت وهادي الحمام راه ما غاديش يقدر ديك 5 كيلومتر تولي 60 كيلومتر بديك الخلعه ديال الطير، وهادي راه الحمام يقدر يشد يعني يشد الاتجاه المعاكس. نصيحه من عندي، حاول تشوف الفيديوهات اللي حطيت ديال التدريب، وان شاء الله غادي يولي عندك واحد الفكره ديال انت الوقيته ديال انك تخرج الحمام ديالك وتدريسي بهم للقدام. ندوزو الخوت للسؤال الثالث ديال الاخ ياسين وغريب، نفس الاخ قال لك تحياتي لك خويا، عندي الحمام كندير ليه الرايه كيتحط ليا في بلاصه اخرى يعني في السطح ماشي ديالنا. نصيحه من عندي، حاليا الحمام ما كنستعملوش ليه الرايه وما كنجيوش وكنستعملوا ليه الرايه، وراه واقيلا غادي تكون شتي الفيديوهات اللي حطيت ديال التدريب والطريقه ديال التدريب، غادي يكون عندك واحد الفكره ديال انك يعني انت لقيت فاش غادي تدخل الحمام الرايه. تحياتي لك خويا ياسين وغريب، وتحياتي لجميع الاخوان، خويا اسماعيل امغار، خويا حكيم اكادير، خويا ساراخوس قال لي محتوى رائع، غير حاول تنقي سطح تلوث بصري، كاين عندك الحق اخويا، وراه لان الواحد ما تيسالي حتى العشيه كتجي راك عارف. ونتمنوا يعني نحاولوا نطوروا المحتوى ونطوروا الطريقه ديال التصوير. السؤال الرابع الخوت قال لي اخويا يعني تربيه الحمام الزاجل، خويا بالنسبه للحمام ديال النصف طويل والطويل واش يلعبوا السرعه؟ ارجوك بغيت تشرح. خويا هذيك فاش هضرت على السرعه القصوى، يعني فاش هضرت على التدريب، ما تقريبا الدراري ما سولونيش على السرعه القصوى،
يعني كيفاش كتدار هاد السرعه القصوى في السباقات. بالنسبه للسباقات كاين الريتم ديال السباق، يعني الريتم باش غادي به الحمام. كاين واحد الحمام تيمشي بواحد الريتم طالع، اكيد غادي يكون حمام ديال الفيتاس في المسافات القصيره، يعني من 100 ل 300 كيلومتر، وهي راه في الحقيقه راه من 100 ل 400. يعني اخويا راه يلعب داك الحمام، يلعب مسافات السرعه، ولكن يقدر يدير بري يقدر ما يديرش بري، ولكن فاش يوصل ليه التخصص ديالو راه ان شاء الله غادي يدير بري. واذا ما دارش مثلا بريات وهادي، غير بالنسبه لي انا كيفاش كنقص الحمام، خاص الحمام يدخل ليا في الريزلطه 25% ديما في كل مطلق، خاص يلقى حمامي في داك في الريزلطه. هذا ما كان اخويا تربيه الحمام الزاجل، تحياتي ليك من عندي اخويا عبد الله موساوي. المهم السميه شويه ما عندكش، ما عليناش. كيفاش نديرو نخليو الحمام يطير بسرعه؟ واحد الدري عنده الحمام ما كيطلعش للسماء، كيكسيري فوق الديور. بالنسبه لذاك الاخ الا مشيتي سولتي غادي تلقى يعني واحد التدريب كيدرب به الحمام ديالو، راه هذوك التدريب اللي قلت لكم، هو الطريقه ديال التدريب ديال يعني التعود التدرج التدرج التعود والتاقلم. يعني كتبقى غادي مع الحمام هكا ديما، خاصك غير تفهم الثلاثه التاءات، وهاد الثلاثه التاءات هما باش تبقى تخدم. وراه تبارك الله الحمام فاش يطلع الريتم راه اللهم بارك. انا راه الحمام ديالي راه ما نكذبش عليكم، يعني بدون افتخار صراحه نشوف هاد الحويجات في الحمام عندي، يعني لا من الصحه ديالهم لا من شحال من حاجه. ندوزو الخوت للسؤال الموالي باش من الواحد الكومونتير، تحياتي لواحد الاخ. يعني ادوم الناس صراحه بحال هاد الناس، يخليوك تبحث، يخليوك تبدع، يخليوك دير. قالك التوفيق اخي الكريم، استمر، هناك صفحات كثيره تعطي معلومات خاطئه وغير علميه حتى في اختصاصي. اخي الكريم المعلم عربازو خدام، اتمنى من الجميع تشجيع القنوات اللي عندها مصداقيه في المعلومات بحال هذا السيد صاحب الصفحه يتكلم بعلم. شجعوه وقفوا معاه، اقسم بالله انني لا اعرفه ولا يعرفوني، احب الناس اللي عندها مصداقيه. تحياتي لك خويا، وصراحه انا درت هذه القناه لحقاش نشوف بزاف ديال الناس غالطين. وباقي لدابا راه غير قبيله شفت واحد الفيديو، ويعني راه زعما تيضرني خاطري والله العظيم. وهذا راه تبارك الله يعني راه حمام شريف بالثمن وحمام قتال، ولاني يعني ما عندك ما دير. حنا نحاولوا نوصلوا المعلومه، كاين اللي كتدخل ليه المعلومه، كاين اللي ما كتدخليش، ما عندنا ما نديرو اخويا. وتحياتي لكاع الاخوان اللي كيكومونطيو وما جبتش سميتهم، راه غير يعني خصيت باش قلت زعما ندير يعني اسئله اللي كيطرحوا عليا الخوت. وبالنسبه يعني لهادشي ديال السرعه القصوى وكذا، راه كاين حمام ديال التخصص اخويا، راه كاين دابا حمام يعني الفيتاس راه يقدر يمشي بواحد السرعه عاليه وواحد الريتم عالي لواحد المده قصيره، يعني 300 كيلومتر 240 كيلومتر يقدر يمشي بواحد الريتم عالي. ولكن حمامه مثلا ديال المسافات الطويله ولا راه تقدر تاني تمشي بريتم عالي، ولكن خاصها في التخصص ديالها. يعني هادشي ما غاديش نقدر نوصف لك يعني كيفاش نوصل لك الفكره، غير سمحوا لي الخوت وصافي. المهم تنحاول نجاوب ما امكن. الى هنا خوت، يعني ما بقاش شي سؤال اللي هو يعني الاخوان كاملهم يعني تيهنؤونا، وتحياتي لك خويا الملالي، وتحياتي لجميع الاخوان، وديديكاس لجميع الاخوان اللي تيساندونا والناس اللي تيتبعونا. دابا نمشيو نتولعوا في الحميمات ديالنا. هل رايت حمام يفهم الكلام؟ اجي 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 صابرين اجي، يلا اجي سير سير اللي هاكا كاريح هاي مرضك، غادي غاي مرضك والله، اي ودي غادي غاي مرضك، وسير لي سير 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 بحالاتك. راه كيما كتشوفوا دابا الحميمات راه يعني رادين البال مع الطير. بالنسبه لهاد الذكر صدام، هذا هو صدام، وتحياتي لخوتي العراقيين، تحياتي لكل اخواننا العرب العراقيين، اخواننا المصريين، اخواننا الجزائر. الحمد لله راه خوت، نتمنوا يعني الخير. هاد الذكر تبارك الله من الحمام اللي يعني خلاني نكمل في الولاعه، يعني بسببه هو كل ما يعني ما رجعش في المطالق الاخرين كنت غادي نحيد الولاعه. بالنسبه لهاد الانثى هي يعني الاب ديالها راه تبارك الله، ولي قلت لكم لعب عندي عامين، وتا هي لعبات عندي جوج مطالق، ولكن كانت غادي تمشي في المطلق الثاني اللي قلت لكم داز عندنا كاريتي. الحمد لله ما مشات صافي، وخليتها بقيت لعب بالذكر ديالها باش ندير لا موتيفاسيون.
ونتمنوا الخير. هذه هي صابرين وهذا هو صدام حسين. وتحياتي للخوت. هذه هي التوليعة ديالنا. اشنو بغيتي تجيك؟ راه كانت هي كل يوم اللي ضرب فاش كان صغير وهذه راه كانت هي كل يوم اللي يد وكذا، ولكن فاش كبر بحال دار عقلو بحال ولا تيتكبر علينا. اشنو نشوفوا شي حميمه اخرى عاوتاني. يلا اجي طلع. هذه هذه الكحله، هذه سبحان الله هذه الكحله وهذا الطوبي راه ولاد هذا الكوبل هذا اللي شتي، وهذا يعني خول وانت صابرين. المهم فهمتي الشكلي في العقلي وصافي. المهم تنحاول انا نشوف الحمام اللي عندي كيلعب، بحال مثلا هذا الذكر هذا، هذا ولد الشريف الوزاني مع بنت الكاتالوني مع الصبليوني، يعني الحمامات اللي ضربوا لي الدبلومات اختهم، هذا راه ولده. وزائد الشريف الوزاني راه كان تبارك الله كيعطيني غير جوج وليدات، وتا هاد العام راه خديت منه جوج وليدات، والحمد لله. يعني هذا هو الحمام اللي باش كنلعب. كاين واحد الحميمات اللي قلت لكم ها هي، هادي راه كانوا لاعبين عندي با وما. لا 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 لا، هاد الحمامه هادي، هذا راه خو صدام وخو واحد الذكير، تا هو مسميه الجلالي. انا راه ما كاينهاش سمي الحمام، راه فهمتي صافي، راه ما عندنا الفيركيك وكذا، ولكن دابا توصل وقيت 3 سنين نجبدوا هاد الفيركيك فينا. ها هو خويا فاتح وخويا سعيد الخيراوي، تحياتي لكم. ها هو الوليد تبارك الله، وراه كاين باقيين واحد جوج وليدات ليه، ايوا نتمنوا فيهم الخير. هذه حتى هي، هذه راه خوت نتوا صابرين، راه خوتها من نفس الاب، غير هادو الام ديالهم فاسيه. اشنو كيفاش مال يا راه خاصك تلعبوا معايا، ما تبقى تجي تاكل ليا من اليد وتطير ليا ساعه فوق السطح. اش بان لك؟ نعطيوك الماكله، نعطيوك الشراب، حنا ما قلنا لك جي الاول، غير فهمتي غير كل مطلق جي بعدا حاضر كتلقى كلاصق في الريزلتا. وهذا هو الحمام القتاله اخوتي ديال الاطلس، هذا واحد الوليد راه فيه المهم بلا ما نبقاو نسميو السلالات، فيه الحمام وصافي. ايش نتمنى اخوتي تعجبكم هاد التوليعه في الحميمات. هاد الوليد تا هو راه اش يلا اش انت نو من الحمامه اللي كتجي كتقرب لجيتي كنحاول اجي اش اي اجي هو اجيك. ما تبارك الله ضرا ولد الكاتالوني مع واحد نتوى لا داعي لديك السلالة. انا حميمات. المهم هنا راه كاينين ولاد الكاتالوني وحفاد الكاتالوني زائد الحميمات عاوتاني اللي لعبوا لي هذا العام، هذا يعني وليداتهم بحال هذا بحال هذا. هذا راه خو هذا يعني هادو خوهم من باهم والاسبيجون، خوهم من امهم هو اللي ضرب كاتريان في ايتباها. كما كتشوفوا السجينه ديالنا هنا، نهضروا لخويا على السجينه. انت اخويا راه هنا راه فوق بلافو، يعني شوف عمودات بحال هادو بحال هاد الخشيبات هادو، وصوب بهم كادر. حاول تلقى شي صفحات ديال الخشب، حاول دير لهم. اما هاد السجينه هادي طلعت لي شويه غاليه. هادي صوبت هاد الفاص هذا بوحدو، غير هذا بوحدو، هاد الفاص هذا هنا والفاص الاخر اللي لهيه، وفاش حطيتهم وانا نزديهم بالخشب ها هو، هاي خشبه راه غاديه تاتا اللي وزديتهم عاوتاني من هنا. يعني هادي صوبت اليوم هكا، وعلاش انا درت هادي هكا؟ باش الحمام ديالي ما تقيسوش الدمعه، ما يمرض لياش الحمام بالدمعه بهذه الطريقه هادي. الحمام تيطيح في الارض بحال هكا ما تيقيسوش البرد، يعني الحمام ما تيقيسوش البرد. هذا مكان اخوتي، هاد اللوكوره مازال نضرب لهم واحد النيتواياج، وغادي نهز داك الكوبل غادي نديه لديك السجنه باش نهز الكوره الجداد للوليدات نحطهم في هاد السجينه باش يولفوا بلاصتهم. لحقاش لا دخلتيهم دابا وكان هاد سي صعصع ما غاديش، ما يمكنش الحمام يدير يولف لك السجينه، ضروري غادي يبدا يضربهم.
هذه هي التوليعه ديالنا اخوتي، مازال ان شاء الله يعني راه غيحاولوا الدراري يفكروا مزيان ويحاولوا يتعاملوا مع حمامهم يعني بالحاجيات ديال الحمامه، اشنو كتحتاج الحمامه. وهذا الشيء انا اللي كنديرو راه جربت يعني في العام ديالي الاول لعبت بهذه السجنه، يعني درت لهم طريطمو جينيرال المسائل، لعبنا المطلق الاول المطلق الثاني الثالث صافي سدات البراكه سال الحمام، بقاو لي واحد جوج حميمات هما اللي بقاو. العام الثاني نفس الديكور طريطمو جينيرال البروغرام خاصك البرنامج الاسبوعي كذا، درنا البرنامج الاسبوعي تنتسناو الحمام ما كاين والو، الحمام تي واخا تيلعب ويني ما كاينش داك الروندمو مزيان. تبارك الله هذا العام الضرب والجرح الصراحه الخوت الحمام لعب ليا مزيان. شوفوا هذه الحميمه هذه يعني البداله ديالها هاك، راه هاد سبحان الله هاد الراسه ديال هاد الصبليونيه وهاد الكاتالوني راه حمام واحد الموردو يعني تيكون كراك. ها هي تضارب معاه دابا هادي اخت هذا والاب ديال هادي، دابا خوت يعني خوت في الام والاب ديال هادي هو جد هذاك الذكير اللي ليه. اجي هاك يا اجي صبري نج تغيري ها هادي الولاد ديالنا ديما الحمام ديالك حاول تلعب معاه حط ليه بحال هكا كنستغلوا حتى الفرصه باش يبقى حتى الحمام حتى هو يعني حمام حمام السباق. شو هذا المسخوط هذا السي محمد راه دير لنا السيده المرض تمرض لنا الحميمه. هادي هي التوليعه ديالنا الخوت، نتمنى ما نكونوش طولنا عليكم. غادي ندخلوا دابا الحميمات ديالنا بالنسبه للدوش راه دوشوا اول ولد الدوبل كانو، هذا راه ولد الدوبل كانو. تحياتي لخويا فاتيح، خويا فاتيح وبعد الاخوان خاصنا ضروري خاصني ان شاء الله غادي نشوف ندير شي فيديوهات عند الاخوان باش تشوفوا تبارك الله الحمام اللي يعني السلالات اللي كيديروهم الاخوان ايا صافي سير تتن السلالات اللي مربين الاخوان اللي كان نفسه تبارك الله يعني سلالات عريقه جدا يعني حمام اللهم بارك. تحياتي للخوت الى هنا نستودعكم الله، ما تنسوناش واحد الاشتراك وواحد التعليق وواحد البارطاج مع الاخوان، وتحياتي للخوت جميعا.